الأحلام الذهبية هو مسلسل رسوم متحركة أنتج في عام 1982 من قبل استديو بايروت الياباني بإنتاج فرنسي ياباني مشترك. ظهر المسلسل لأول مرة في فرنسا ثم في بريطانيا على قناة بي بي سي الأطفال، ثم بعد ذلك ببضع سنوات في الولايات المتحدة الأمريكية على قناة نيكلودين، ثم استراليا على قناة اي بي سي العامة. ظهرت مطلع التسعينيات دبلجة عربية للسلسلة بعنوان الأحلام الذهبية استنادا على النسخة الفرنسية من إنتاج استديو جوزيف سمعان في سوريا. يتكون المسلسل من 39 حلقة مدة كل منها نصف ساعة كما هو المعتاد في مثل هذه البرامج. تروى قصة واحدة متواصلة، كانت كل حلقة تنتهي بمشهد وثائقي قصير يعرض معلومات بشكل مختصر عن مواضيع ذات علاقة بتلك الحلقة. في بداية كل حلقة من المسلسل في نسخته الإنجليزية يتم سرد هذا الملخص للقصة. في القرن 16 أبحرت العديد من السفن من جميع أنحاء أوروبا غربا لاستكشاف العالم الجديد الأمريكيتين. الرجال متلهفون للبحث عن الكنوز لإيجاد مغامرات جديدة في الأراضي الجديدة، يشتاقون للبحار المجهولة المتقاطعة ويكتشفوا بلدانا مجهولة لإيجاد سر الذهب على أعلى قمة جبال في الأنديز. يحلمون يتبعون طريق شروق الشمس الذي يؤدي إلى الإدرادو والمدن الغامضة من الذهب. قام بدبلجة المسلسل الفنانة سناء حامد، الفنان حسام صباح، الفنان إسماعيل نعنوع، الفنان عمر الشماع، الفنان خالد السيد، الفنانة رولا يروش، الفنانة رولا موفقة، الفنانة فاتن دحبورة، الفنانة عفيفة فاعور، الفنانة رندا حامد. طاقم العمل في النسخة العربية: الترجمة رولا موفق، ميرنا عن بتاوي، لينا عالية، فؤاد سليمان، سامية سليمان. دوبلاج ومونتاج: أسامة فايز، محسن عواضة. الهندسة الصوتية: فؤاد سليمان، أمين اللاتي. الإشراف الفني والتقني: سمير درويش. وفي الختام لكم مني أطيب الأمنيات، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.